عسلامة مسيو. عسلامة. قد ملنا روح. عبد السلام متقاعد مواطن تونسي. مرحبا بك مسيو عبد السلام. موضوعنا، هل من الضروري مراجعة كل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لحماية بلادنا من التدفق الهائل للمهاجرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن خلقناكم من ذكر الأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. هذا كلام ربي لا فيه حتى ربع نقاش. واضح. صدق الله العظيم. بالنسبة للموضوع نتاع التدفق هذايا نتاع الأجاسيين نسبة لسكان جنوب الصحراء نتاع أفريقيا اللي جاي لتونس، الاتفاقيات هذه اللي وقعت مردها جات من بعد الربيع العربي، في الأثناء نتاع الربيع العربي جاء، وهذا مخطط استيطاني مش مخطط نتاع واحد نتاع بناء جايبينهم من الهجرة ولا غيرهم ولا باش ياخذوا كذا. الحكومات المتعاقبة من 2011 لتوا اللي صحت في الاتفاقيات هذه، وخصوصا حكومة المهدي جمعة اللي صحت الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، واللي الدولة التونسية اللي قبضت 8000 مليار أورو قبضتهم باش تقبل الناس هذوما، هما اللي يتعاقبوا هما اللي يتحاسبوا، الناس هذوما مساكن ما عندهم حتى ذنب، هما بيدهم في اللعبة في الدول في الواحد. هذا مخطط صهيوني ومخطط استيطاني، ماهوش مخطط إنساني ما يكسب حتى ريحة إنسانية. اللي وقع في إسرائيل قبل 47 قاعد يتكرر تو في شمال افريقيا. الناس هذه اللي خطت واللي عملت هي لازمها تتحاسب ولازمها تتعاقب. اللي يقول لي اتفاقيات وبيقول لي الناس راهو الناس اللي نتاع سكان جنوب افريقيا راهو ما عندهمش حتى ذنب، راهو في تونس راهو جاوا بسيفه على طريق المندوبيه الصياميه اللاجئين، ما جاوش هكاك من روسهم. من بعد جاء التدفق الثاني اللي جاء من ليبيا وجاء من الصحراء وجاء من السودان وجاء من غيره، ثم عصابات وفما امور وفما حاجات مستربه مش هي من كذا. من بعد هنا الاندماج نتاعهم في الوسط في الشعب التونسي صعيب شويه راهو. احنا معناها ناس عندنا مشاكل وعندنا بطاله وعندنا فهمت ولا معنا امورنا ماهيش قد معناها مع العدد هذايا والثقافات الجديده اللي دخلت والاسواق والانتشار اللي موجود والسكن و و و خلق حزازيات وخلق كذا. بالنسبه ليهم هما راهم على روسنا وعين ارض الله واسعه انه ما فصبرونا اجرا بغير حساب، فماش حتى واحد من نجم نطردوه لا سبيل اليه. واللي يحكيوا على الفاشيه واللي يحكيوا على الوحده هذوما ناس منظمات، فما 10 جمعيات في تونس معناها تخدم في النشاط هذا ما يخلصوا ما همش مسجلين يدافعوا على الامور هذه. الصحفيين اللي قاعدين يتحدثوا ويتكلموا باسم الفاشيه ويتكلموا باسم كيف زارهم خالصين وكلهم خونه وكلهم عملاء الخارج وما يقولوش الحقيقه. الدوله مورثه، الدوله هي اللي صحت وهي اللي جابت وهي اللي وتتحمل مسؤوليتها كامله. هذا هو. هذا شنو الحل بالنسبة لك أنت؟ الحل أنا بالنسبة لي أنا ما نجمش نقول لك فما عنديش حلول. الناس هذوما أمر واقع توا أصبح هما موجودين لهنا. مسيو تقصد اللي عندهم إقامة ولا لا؟ لا لا جماعة إقامة ما نحكيوش فيه، هذاك موضوع منتهي ما نحكيش فيه. اللي عنده إقامة من ماذا بيا ما نحكيش عليها، نحكيو على الناس اللي ما عندهاش إقامة واللي هما العدد نتاعهم أكثر من الناس الشرعيين. باهي. الناس هذوما باش يجمعوهم باش يجمعوهم في مجمع، باش يجمعوهم في شوشه في بنقردان، مش عارف انا باش يعملوا لهم. توا بالنسبه للقرارات اللي صادره معناها نتاع عدم السكنه وعدم الخدمه وعدم الوعد، باش يخلق بروبليم، باش يخلق مشاكل كبيره. الناس هذه باش تمشي. موجودين في احياء في وسط قلب العاصمه مع الناس، يسكنوا مع الناس. توا الناس قاعده تفرش في القاعه. ثم الناس خرجوهم من الديار، خرجوا معناها خايفين من القرارات اللي جات. حتى 10 سنين حبس معناها بالنسبه للكراء وخمس سنين للخدمه، وبداوا يدوروا على خدمه وبداوا يدوروا على معناها فما بروبليم اللي المعالجه نتاعو ما تجيش هكا. يظهر لي اقرب حل هو يجمعوهم في مكان معناها معين ويشوفوا لهم خاطر ما عندناش ما نجموش احنا الشباب تاعنا بطال. ما تراش انه الحل معناها هو فتح الحدود البحريه امامهم؟ هو ذا المغزى نتاعه هو، هما علاش ما يقبلوهمش؟ هما ما يقبلوهمش ما عادش يحبوهم يجيو، ولاو عملوا لهم بلدان معناها نتاع استقبال اللي هي تونس والجزائر وليبيا وغيرهم، ويخلصوا عليهم الفلوس باش ما يجوش يخلقوهم هما. كيما النفايات معناها يبعثوها لنا اللي نحن، هما ما يعملوش النفايات، ولا يمثل معناها ما دخلوش بشريه مع النفايات. لكني هو القصد منه هو هذا اللي عملوه. اش معناها انت تخلص في الناس تخلص فيها بالفلوس باش تبقى لهنا تقعد انا تونت باش هو ما يمشيلكش لاوروبا. واحنا وديما نعاود نرجع لك نقول لك الحكومات نتاعنا هي وخصوصا حكومه المهدي جمعه هي اللي صحت الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي، وتونس قبضت 8000 مليار. يلزمهم يستعرفوا ويلزمهم يقولوا على الغلط نتاعهم، والانطلاق نتاع العمليه انطلق من نهار اللي بدا الربيع العربي وما يصاب عليه بالتخريب العربي. وهذا مخطط استيطاني استعماري
النتائج نتاعها وخيمه. فلسطين خلصوا نفس العمليه، عملوا لهم الاستيطان قبل ما قبل قيام دوله اسرائيل، عملوا ترحيل 20,000 يهودي جابوهم لفلسطين، وهم اللي كانوا سبب لقيام دوله فلسطين، لقوله دوله اسرائيل. ويلقى الشعب الفلسطيني تو شعبه بعد 74 سنه مشرد. احنا باش يصير لنا نفس الحكايه دي. وهذا هو الدوله عاجزه على الايواء وعلى الترحيل، عزوز هي الدوله عاجزه في الحالتين. عمليه الترحيل ما تنجم تقع الا في بحاله واحده، هو تجميعهم في مكان معين ويصرفوا عليهم ويمكنوهم ويشربوهم. هذا ما ذماش حتى حكايه اخرى. مكان معين كيما شنو بالضبط؟ كيما شوشه، كيما المخيم تاع شوشه مثل كلام في بن قردان اللي عملناه في في في, في, في وقتها جاوا الثوار الليبيين وهربوا لهنا لتونس واحد. يقول لي هذا فماش اكثر من حل. هذا مثلا اما العدد معناها نتاع الافارقه جنوب الصحراء تجاوز المليون، معناها مش كيما الليبيين وقت اللي جاوا. نفهم فيك، انا قلت لك تاريخها، مش ما قلتلكش معناها ماهوش حل. هو حل من الحلول وربما، وانا كان صعيب راهو صعيب. قد يكون تو بالضغط هذايا نتاع السكنه ونتاع الخدمه ربما يقل نفس يولي يستعملوا نفس العمليه تاع الدخول. هي تاع نفس خاطر كلهم جايين فهمت على طريق ما انا خلصه جايين داخلين. دونك يدوروا يعاودوا ينموا يعاودوا نفس 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 وهم انا حتى في تسريحاتهم هم جايين يحبوا على تونس راهم. اما ربما استتاب العيش هنا فيهم وعجبتهم الحكايه قعدوا ما كانوش مره الاولى ما كانوش هذا حتى في ثم مسيرتين ولا ثلاثه خرجوا هنا يطالبوا بترحيلهم للدول الاخرى. الدول الاخرى هذا هو. أنا قلت لك المشكل متسبب فيه الدولة التونسية. ما ظلمنا حد، ظلمنا رواحنا. اتفاقيات مساحة كيفاش من الممكن إلغاء الاتفاقية هذه؟ ما نجموش، احنا قابلين الفلوس. قبضنا الفلوس، قبضنا مقابل. أنا دخلت معناها التاجر ولا بعد باش نشري حاجة باش نخلصوا. ما نجمش يفكها لي. هذا هو اللي صار. الدولة نتاعنا يلزمها تتحمل مسؤولية التبعات اللي عملته. تقول لي يا مهدي جمعه ولا الباجي قايد السبسي ولا من هنا وشنو ثم دوله لازم تقوم بوجبها. لكن الدوله لا تستطيع ترحيل الافارقه. ممنوع حتى باش نرحلوه، ممنوع حتى انسانيا ممنوع. لا تستطيع، ممنوع. ممنوع عسل. اللي ما حبش يفهموا العباد راهم ما نجموش نرحلوهم. باش نضايقوا عليهم أنا باش نتسبوا في كوارث اخرى، باش نتسبوا في ربما باش نتعداوا حتى الاجرام المنظم وغيره. هو تو موجود هو. يعطيك صحه مسيو، نخلي لك كلمه الختام. كلمة الختام، الدولة نتاعنا لازمها تراجع الاتفاقيات اللي موجودة في الكل. يراجعوا أمورهم، يراجعوا دنيتهم، وإن كان معناها صعيب ياسر جبل نتاع اتفاقيات. ناس مكبلة ما تنجمش تخدم، حتى وزير ما نجم يتحرك، حتى إدارة ما تنجم تتحرك. كل شيء بالقانون، كل شيء بالاتفاقيات، كل شيء بدرجنية. مراسيم ما تنجمش تغلب المراسيم. تو حتى المرسوم هذايا نتاع ما نكرولهمش وما نخدموهمش، صعيب صعيب ياسر. صعيب صعيب شوية.